أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة، ومن زاوية رجال الأعمال الأكثر تميزا اخترنا لكم اليوم الشيف حسين سليمان صاحب مطعم ستاب. أهلا وسهلا فيك. بداية حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين أكثر عن شخصك الكريم. أهلا وسهلا. أنا الشيف حسين سليمان من مدينة حلب من سوريا. بلشنا تقريبا من حوالي 4 شهور. الحمد لله كان بداية حلوة غير متوقعة بصراحة، كنا متوقعين شيء، صارت بداية يعني صار شيء تاني الحمد لله. أقبل حلو كتير من الناس والكومنتات حلو، كاستمر مبسوط أكيد، بداية جيدة. حابين نتعرف أكثر عن المأكولات اللي بتقدموها اليوم في أسلاف. مأكولات نحن ما مختلفة عن باقي المطاعم، بس نحن تقريبا يعني المطبخ عندنا حلبي، مطبخنا حلبي، وفي جميع يعني عندنا المنيو عندنا كثير موجود، في جميع المأكولات السورية الشامية موجود كل شيء، بس نحن متميزين بالطبخ الحلبي. اليوم طبعا في ظل المنافسة الموجودة في جميع مجالات العمل وخصوصا في مجال المطاعم، وجب أن يكون هناك نوع من الاختلاف والتميز حتى نختلف فيه عن باقي المنافسين. شو اللي بيميزكم وشو اللي بتختلفوا فيه اليوم عن باقي المنافسين الموجودين في السوق المحلي؟ أما بصراحة ما في كتير تميز اختلاف نفس المطاعم الباقي يعني، بس نحن لما بنقدم مثلا هو مطبخ حلبي بنقدم أكل حلبي، في بعض الكاستمر إنه بتفاجأ أو بيشوف، بس نحن بنقدم من إن شاء الله بالأيام ممكن نزيد أطباق جديدة. أكيد طبعا المطبخ الحلبي معروف بالتميز والنكهة المميزة. شو الهدف وشو الرؤية المستقبلية اليوم في السنوات القادمة؟ إن شاء الله الهدف هو إنه نعمل فرع تاني بإذن الله، وممكن فرع تاني يكون فيه طبخ حلبي أكثر. الله هون نحن متميزين بالطبخ الحلبي، بس أنا شيء بسيط ما كثير يعني. بس عم بفكر نعمل كوزين حلبي بكل أنواعه، كل شيء طبخ حلبي، كل شيء مطبخ حلبي. ما أتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق والتميز. اليوم دولة الإمارات دولة الأمن والأمان، كيف ممكن اليوم الأمن والأمان يساعد على استقطاب المستثمرين خارج الدولة؟ كيف ممكن أيضا يساعد على استقرار السوق المحلي؟ الحمد لله كدولة الإمارات هون الأمن والأمان مو موجود أيضا طبعا، الحمد لله بخصوص دولة الإمارات عشمان الأمن والأمان جدا ممتاز يعني، كمستثمر بدولة عشمان أو بالإمارات حصرا يعني أنه ما بتفهم ما بتخاف، ما عندك خوف من أي شيء، كل شيء مأمن الحمد لله. أكيد طبعا في نهاية الحلقة حابين نتشكرك على ظهورك معنا، وقبل الختام حابين نتعرف على كيفية الوصول والتواصل المطعم. توصل على الأعمال أو على السوشيال ميديا، فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، على طريق كمان نحن موجودين على جوجل، والحمد لله قاعدين 4.6 بجوجل مابس يعني في التعامل أي شيء، بس تكتب مطعم بيطلع لك جوجل مابس. طبعا اعزائي المشاهدين جميع ارقام التواصل وايضا وسائل التواصل الاجتماعي سوف تظهر اسفل الشاشه. شكرا مره اخرى. الى هنا اعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الاسبوعيه مع ضيفنا المميز والمميز جدا. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC الخليجيه. دمتم بخير وفي امان الله.